بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل سلسلة محاضرات مادة تصاميم حديد موضوع البولت كونكشن. اليوم راح ناخذ النوع الثاني من البولت كونكشن اللي هو سليب كريتيكال او يسموه سليب ريزيستنس تايب كونكشن. طبعا احنا قلنا بداية المحاضرات انه البولت كونكشن اللي راح ندرسه ينقسم الى نوعين، اللي هو البيرنج تايب كونكشن والنوع الثاني اللي هو راح نتطرق له اليوم اللي هو السليب كريتيكال او سليب ريزيستنس. بالنسبة للبيرنج تايب كونكشن، انواع الفشل اللي كنا نحسبهن هن اثنين اللي هو اما شيرنج سترينث او البيرنج سترينث، هذا تطرقنا له بالمحاضرات اللي فاتت وقلنا كل واحد شلون نجي نحسبه. يعني الشيرنج عندنا قانون خاص بيها والبيرنج ايضا قانون خاص بيه، كنا نحسبهن وناخذ ايهما اقل وعلى ضوء نحدد نوع الفشل اللي يصير بنوع البولت اللي مستخدمي اللي هو البيرنج تايب كونكشن. اليوم راح ناخذ النوع الثاني اللي هو سليب ريزيستنس او سليب كريتيكال تايب كونكشن. شنو فرقه هذا؟ هنا انه بالنسبة للتصاميم، يعني بالتصميم مالت البولت كونكشن، اغلب الانواع احنا قاعد نستخدمها ستاندر سايز هول اللي هو خلينا نقول النوعية الشائعة بالاستخدام، يعني نوع الهولز هو ستاندر. والتصميم مالت البولت عادة يكون نوع البيرنج تايب كونكشن، يعني اللي هو ضمن هذا النوع الاول. بس مرات المصمم من يجي باوع للمنشأ يحس انه ممكن يصير عنده سليب. السليب شو يقصد بيه؟ يقصد بيه انه مثلا عندي كومبوزيت سكشن. الكومبوزيت سكشن يقصد بيه، خلينا نجي نرسمه، كان يكون عندي هذا ستيل، مقطع ستيل بيم ويجي فوقه كونكريت سلاب ويربط عادة بذني الشير كونكتر، يعني هذني نربطهن شير كونكتر، يعني هذا الكومبوزيت سكشن. هذا من اجي اباوع له راح القاه بهالشكل، هذا السلاب وهذا الاي بي، فهذا يسموه كومبوزيت سكشن. يعني هذا نتيجة التحميل. طبعا هذا اني يسموه الشير كونكتر. هذا الشير كونكتر هم انواع، يعني خلنا اتطرق له. ممكن يكون على شكل استاد، يعني هذا البرغي، او ممكن يكون على شكل زاوية، يعني هواي انواع الشير كونكتر. هذا الغاية من عنده، اريد اربط اني الكونكريت، يعني هنا أنا من اجي اباوع على شلون شكله يصير هذا البراغي، يعني نخلي مثلا برغي هنا او نخلي زاوية او شيش حديد تسليح، يعني اللحمة بالفلنجة، ومن نصب الكونكريت راح يصير ربط بين الكونكريت وبين هذا الستيل بيم. فبهالحالة هذه البولتات هنا أنا أسميها شير كونكتر. هذا مو نفس الموضوع اللي احنا ندرسه، لا، هذا هنا بس أريد أوضح لك أنه هنا أنا مثلا أريد أوضح لك شنو معنى السليب. هنا أنا نتيجة التحميل بالكومبوزيت سكشن، يعني إجي هنا أنا صار عندي لود بهالشكل، هذا هنا راح يتقوس المنشأ بهالشكل، يعني كأنه هذا السلاب راح ينزل يصير بكيرفيتشر. وهذا الستيل بيم ايضا راح يصير بيه تقوس. فبسبب هذا التقوس اللي صار عندي هنا، اكو فرق هنا، اكو عندي هذا جوين، فهذا جوين راح يصير فرق بالاضافة، لانه الفرق بالمودولس اوف الاستيسيتي، يعني هذه الاي للستيل هي 200,000 ميجا باسكال، بينما للكونكريت هي 4730 تحت الجذر اف برايم سي، او مرات يقولون 4750. القصد انه اكو فرق بالماتيريال، يعني هنا هذا من يريد يتقوس مو نفس المرونه مالت الستيل. ف
فراح يصير عندي فرق هنا، وبما انه اكو بي جوين فمعناه راح يصير عندي سلب. هذا تعريف السلب بالمنشآت الحديدية. يعني كأنه انا رابط كأنه قطعتين وخال بهالشكل هذا، او راح نشوف بالامثلة انه شو وقت يعتبر سلب، يعني نوع الربط هو اللي يحدد. فمثلا كأنه انا عندي ستيل بريدج هنا، انا ستيل بريدج، وممكن اخاف انا كمصمم اخاف انه يصير عندي سلب، فبهالحالة راح اصمم البولت كونكشن من النوع السليب كريتيكال كونكشن. يعني اذا انا كنت كمصمم خايف من السليب اصمم على هذا النوع، اذا لا ما عندي سليب، يعني انا ضامن انه ما راح يصير عندي سليب، ممكن اصمم على النوع الاول اللي هو البيرنج تايب كونكشن. هسه خلينا نجي نشوف شنو فرق السليب كونكشن او السليب كريتيكال كونكشن. كحسابات راح تنضاف اضافة للبيرنج تايب، يعني هنا أنا بس خل امسح هذه حتى اوضح لكم الرسم، العفو يعني اكمل الجدول هذا المخطط. كحسابات ايش راح يصير؟ راح اذا عندي اناليسز راح نجي نشيك القانون مالت السليب كريتيكال. بالإضافة إلى الشيرينج سترينث والبيرينج سترينث، يعني معناها إذا كان عندي هذا النوع راح أضيف للحسابات اللي كنت أحسبها أضيف حسابات السليب كريتيكال، يعني هنا راح يصير عندك شطر إضافي. قانونه جدا سهل، يعني ما يأخرك. هسه راح تشوف ذاكره بتشابتر جي 3-8، هنا انا كاتب لك طبعا انه وين تلقاهن، ذاكر لك هاي المعادلة جي 3-8 صفحة 109، يعني بالجزء الثاني. هسه راح افتح لكم الكود ونشوف، نبلش كأنه من البداية. هذا القانون شو يقصد بي؟ خلي نروح للكود. هذا هسه الكود انا ستون فتحته، راح اروح على تشابتر 16، هذا 16-1، اروح على تشابتر جي، تشابتر جي انا هنا انا قاعد يعني اقلب حتى بس تتعلمون انه شلون تدخل الكود اذا عندك يعني بي دي اف. فهذا تشابتر اي ما لنا علاقه به. انا اروح على تشابتر، شوف هنا ذاكر لك تشابتر جي 3-8، فاروح على هذا الكود مباشره. الجي هو مختصر جوينت، يعني نقدر نقول يعني حتى ما تنساها اتش اي وراء المفروض هذا جي، العفو ديزاين اوف كونكشن 3-8. ها شوف بولت اند ثريد بارت، خل اقربه لك. هذا شوف جي 3 يقصد بالبولت وثريد بارت، هاي الحزوز يقصد بها. فراح اروح على جي 3 طبعا حتى انبهك شنو معنى جي، يعني هذا هو مجزئه الى 10 اجزاء. هذا جي 1، شوف هنا 1-1 هسه هاي تنقرا، هاي تنقرا جي 1-2 جي 1-3. فانا ايش قايل لك هنا بالمحاضره جي 3-8، فمعناه اروح على جي 3. طبعا ذن احنا اكو ملاحظات طرقنا لهن هنا ضمن ذولا. شوف هسه بلشنا جي 2 اللي هو الخاص بالويلدز، الويلدز احنا راح ناخذه بعد البولت كونكشن راح نرجع له، فهسه حاليا ما احتاجه. هذا اروح مباشرة على جي 3. انا طبعا ذاكر لك هنا صفحة 109، فهسه اذا تجي تشوف يعني بعد كأنه ايش قد هسه هاي 101 109، فخل استعجل شوية. هذه 109. شوف خل اعرفك هنا شلون، شوف هاي جي 3 هنا بلشت،
هاي جي 3، فهاي جي 3 1 هذا التيبل اللي ذكرنا به انه مينيمم بولت بريتنشن نومينال ستريس. احنا سابقا كنا ناخذ بس اف ان في، اليوم بالمحاضره هاي راح نحتاج الاف ان تي، هذه الستريس اللي يعني خلينا نقول مقاومه الشير ستريس، هنا ايش قد يتحمل شير، هنا الاف ان تي هذا ايش قد يتحمل تنشن، يعني التي مختصر تنشن والفي مختصر شير. هذا الهول دايمنشن قلنا حسب النوع مالت البولت، هاي ذكرناهن. هذا مينيمم ايج ديستنس ايضا طرقنا له صفحه 107. للتذكير هذا الجدول 3 4 وحداته اذا تجي تباعدها بالانج، هنا هذا وحداته بالمليمتر، شوف هاي ام يعني وحداته بالمليمتر 3 4 ام، بينما هنا شكت بس 3 4، فمعناه هذا بوحدات الانج، شوف هاي انج وهاي مليمتر. هسه احنا اللي يهمنا صفحة 109 هذا القانون اللي احتاجه. طبعا هذا القانون خلي ببالك ايضا راح نرجع له لان اليوم راح ناخذه بالمحاضرة. هذا القانون شوف صاير نهاية الصفحة، خاف واحد يعني ما ينتبه له، هذا Rn تساوي الميو في الدي يو في الاتش اس سي في التي بي في الان اس. هسه نجي نعرف على كل واحد شنو معناها، انا مختصر لك هذا الكلام، يعني الميو انه اذا كان عندي كلاس A فقيمته هنا راح نشوفها، طبعا هو يقول لو A لو B 0.35 اذا كلاس A و 0.5 اذا كلاس B سيرفيس، هذا يعتمد على السيرفيس. فهنا من نجي للميو، خلينا نجي للمحاضرات حتى ارتب شوية، الميو قيمتها اما 0.35 او 0.5 بالاعتماد على الكلاس، الديو مالتبلاير اللي هو قيمته 1.13 يعني هذا قيمته ثابته، يعني هنا أنا هذا الميو لو 0.35 لو 0.5، الديو فاكتور قيمته 1.13، الاتش اس سي هذه تتقسم الى ثلاث قيم، اما 1 او 0.85 او 0.7 بالاعتماد على اليمن. شوف هنا انا مجزئها لك، اذا عندك ستاندر سايز هولز قيمتها 1 يعني الستاندر، اذا اوفر سايز والشورت سلوت 0.85 واذا لونج سلوت قيمتها 0.7. التي بي هذه اللي هو مينيمم فاستنر تنشن اللي موجود بتيبل جي 3 1، هذا جي 3 1 خلينا نرجع له، هسه مرينا بيه احنا. هذا جي 3 1 يعني هنا أنا باعتماد على السايز وبالاعتماد على نوع البولت اللي راح استخدمه راح اخذ هذا المينيمم بولت بريتنشن اللي هي التي بي. فاذا هذه التي بي راح اطلعها من هذا الجدول. والان نمبر اوف سليب بلان، شو اقصد بها النمبر اوف سليب بلان؟ مثلا عندي هذا جوين بليتات اثنين ومرة لا عندي هذا ثلاث بليتات كأنه، ومرة عندي لا أربع بليتات، فش يقصد بالان اس النمبر اوف سليب بلان؟ يعني هسه مثلا هذا جوين كم، العفو هذا الشكل كم جوين عندك، هذا يسموه بلان، فهذا يسموه سليب بلان، يعني ممكن يصير هنا أنا السليب، فبالتالي هذا هو السليب بلان، فلذلك الان اس تساوي 1. الشكل الثاني انه هذا هو عبارة عن بليتات ثلاثة فصاير عندي جوينات اثنين، فإذا number of slip هنا اثنين، ليش؟ باعتبار هذا واحد
وهذا واحد، فإذا الـ NS يساوي 2. هنا الـ NS راح تساوي 3، ليش؟ باعتبار هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد، العفو مو 3 وهذا واحد، فهنا أنا راح يصير 4، لأن هي تعتمد على number of joint، يعني هذا واحد وهذا واحد وهذا وهذا، فيصيرون 4 يعني. فالـ NS إن شاء الله واضحة، اللي هي number of slip plan. الفاي قيمتها اللي هي داخلة بالحسابات هنا، يعني هذا ورا ما نحسبه نضربه في فاي. الفاي قيمتها أما بوينت أو أما العفو قيمتها واحد إذا كان عندي standard size، شوف الحالات مالتها standard size أو short slot، بس السلوت يكون عمودي على السلوت، يعني هذه الفورس وهذا السلوت، فهنا هذا شورت سلوت وهذا القوة يعني التنشن، فإذا كان عمودي عليه فناخذه واحد. النوع الثاني اوفر سايزد أو شورت سلوت، بس هنا السلوت يكون موازي للقوة بهالشكل هذا، وهذا شورت سلوت. النوع الثالث اللي هو فقط بقى عندي اللونج سلوت، بغض النظر عن الاتجاه مالت اللود بالنسبة للسلوت قيمته ناخذه 0.7. فهنا من تجي تباع للقانون، القانون جدا سهل، يعني تقريبا الارقام كلها واضحة بس مجرد حسابات، راح نشوفها هسه هنا بالمثال هذا. هنا انا قايل لي لاب جوينت، اللاب جوينت اللي هو هذا عبارة عن بليتات 2، خليها ببالك، يعني هسه مثل هذا السؤال ممكن ما يجيك الرسم مالته، فانت تخلي ببالك من لاب جوينت معناه عندك بليتات 2 اللي هو مثل ما واضح امامك بالصورة. اكسيل سيرفيس لود منطيني بي ديد لود وبي لايف لود، معناه راح اطلع البي التيميت. المطلوب اشقد استخدم عدد، شوف هذا المقدار شو يقصد به، 1 انج اي 325 شارحة اكس. هذا الرمز شوف شو يختصر لي، هذا هو الدي بولت، هذا هو نوع البولت او اسمه، الاكس يقصد به الثرييتس اللي هي الحزوز اكسكلود او نوت انكلود المرادف مالتها. هذه طبعا هذه تفيدني هنا أنا من اجي اريد استخرج القيم مال ال FNV وال FNT. ال FNT هسه حاليا ما نحتاجها، ال FNV احتاجها وهذا النوع مالته، يعني هالتفاصيل جدا مهمة. قايل لي انه بالسؤال قايل لي استخدم سليب كريتيكال بولت، ومنطيني قايل لي ستاندر، وقايل لي ليميت ستيت كلاس A، ايدج ديستنس منطيني اياها ايدج هذي، ومنطيني سنتر تو سنتر 3 انج، منطيني اف واي ال FU، وقايل لي ديزاين كونسيدريشن. طبعا الملاحظات اللي انا فاك عليها هنا، أنا حتى اذا ما قلت لك سليب كريتيكال، اذا قايل لك كلاس A يعني معناه انا قاعد اشير لمن؟ قاعد اشير للسليب كريتيكال. لو ما ذاكر لك الكلاس معناها انت تلقائيا تروح عليه، ما تروح على البيرنج تايب كونكشن. ليش؟ لان الكلاس A احنا نحتاجه فقط في حالة النوع اللي هو سليب كريتيكال، فهذه الملاحظة جدا مهمة، يعني حتى إذا ما قلت لك بنوع البولت المعلومات تشوفها لمن تشير. فهسه هنا هذا بما أنه طالب من عندي العدد، راح أجي من أجي شلون أحل؟ راح أعتمد على قيمة الفاي آر إن فور سليب كريتيكال اللي نحسبها، وبعدها راح نقول النمبر of bolt يساوي لي ال PU القوة المسلطة على قوة bolt واحد. طبعا هنا أنا for slip critical for one bolt يعني bolt واحد، ليش؟ لأن أنا أريد أطلع عدد، فراح نحسب إيش قد قوة البرغ الواحد وأقسم القوة الكلية على قوة البرغ الواحد أطلع العدد. بعد ما اطلع العدد هنا راح اجي اسوي تشيك، شن تشيك؟
نشيك الشيرنج سترينث اللي اخذناه بالبيرنج تايب كونكشن بالنوع الاول. شيرنج سترينث اللي هي فاي ار ان يساوي لفاي اف ان في مضروب في الاي بولت مضروب في العدد مالته. ونشيك بعد شنو هاي اول وحده، ونشيك البيرنج تايب او البيرنج العفو سترينث. ومثل ما تطرقنا انه ممكن يكون 1.2 ال سب سي في التي، وتكملت هذه الليميتيشن اللي ذاكريها. فالبروسيجر اللي راح اعتمده هنا بما انه عندي سليب كريتيكال راح اعتمد القانون مال السليب، وبعدين اشيك ورا ما طلع العدد اشيك هذين الحالتين. فخلنا نجي نشوف البيو هي راح نفكترها. اذكرك انه اذا منطيني فقط ديد لود هنا نستخدم 1.4 في الديد لود، بيو تساوي 1.4 بي ديد لود. هذه في حالة منطيني فقط ديد لود، هنا لا منطيني ديد لود ولايف لود فافكتر اعتيادي. وراح اجي احسب اذا تجي تباع، يعني هاي الارقام كلها جاهزة. الفاي باعتماد انه ستاندر هول، الدي اللي ميو قيمتها 0.35 باعتبار انه كلاس اي، الاتش اس العفو الدي يو هذا فاكتر ثابت، شوف هنا هذا فاكتر ثابت، هذا كلاس اي او كلاس بي، وهذا حسب النوع مالته. ايش بقى عندي؟ بقى عندي التي بي. التي بي اذا نجي نروح للتيبل اللي هو هذا، بالاعتماد على البولت سايز هو قايل لي 1 انج و325، فناخذ هنا ايش قد 51 اللي هي هاي 51. خل اعيدها شلون طلعناها، اروح على الجدول، بولت سايز هو قايل لي 1 انج القياس مالته، فهذا ال 1 انج اقاطع ويا نوع البولت. هسه هو منطيني 325 فيطلع 51، لو منطيني 490 معناها يطلع لي 64. فاذا هاي طلعناها. ايش بقى عندي؟ بقى عندي الان اس. الان اس هو يقصد نمبر اوف سليب بلان. هسه حاليا هنا عندي فقط هذا بلان واحد، فاذا الان اس يساوي له واحد. طبعا هذا المفروض احنا القانون نضربه في ان بي. ان بي اللي هو نمبر اوف بولت، هذا ثبتوها يمكم، المفروض نضرب في ان بي يعني عدد البولتات. لذلك هنا من تجي تباوع هذا الواحد بالقانون هذا نمبر اوف بولت. احنا هنا بما انه قاعد نحسب قوة العفو، بما انه قاعد نحسب عدد البولتات المطلوبة، فلذلك راح اضرب في واحد. ليش؟ لان قاعد احسب قوة بولت واحد، فراح اقسم القوة الكلية على قوة البولت الواحد، راح يطلع لي 5.6. دائما اكبرها يعني العفو اقربها للاكبر، فراح نقول 6. هسه بعد ان عرفنا انه راح يصير عندي 6 بولتات، راح اجي اشيك الشيرنج سترينث والبيرنج سترينث باعتبار انه الان صار 6. فنفس التفاصيل، شوف هنا ذاكر لك اني انه هنا الان ناخذها 6 بالاعتماد على الحل اللي حليناه. وراح هذه الخطوات طبعا احنا ما اخذيها فما راح اطول بيها، يعني هنا انا هاي حسبتها، شوف طلعت لي 212 اكبر من 97 اللي هي القوة المسلطة. اذا اوكي بالنسبة للشيرنج. بالنسبة للبينكس سترينث راح احسبها، ومثل ما تطرقنا هنا كلير ديستانس وايج ديستانس وهالتفاصيل هاي، راح احسبها طلعت لي 260. هذه ناخذ الاقل بيهن دائما 260 بوينت العفو 260 بوينت 4 اقل من 97. اذا اوكي فبالتالي نقول نستخدم 6 فاي 1 انج. اي هذه الكتابه ضروري تكتب لي اياها اذا طلبت من عندك عدد. هذا السؤال هو تصميم، لو كان تحليل ايش راح نسوي؟ بالتحليل العدد معلوم عندك، يعني هنا أنا بمكان ما تجي تضرب في ان بولت واحد راح تضرب في العدد مالت البولتات، وبطريقك ايضا تشيك الشيرنج سترينث مثل ما تشيكنا هنا وهنا. يعني اذا كان عندي اناليسز راح نحسب الفاي بي نومينال او الفاي ار ان العفو للسليب وللشيرنج وللبيرنج ثلاثتهن، ناخذ الاقل. خل اكتبها، يعني اذا كان عندي ديزاين راح نستخدم نستخرج النمبر
بالاعتماد على العفو مو هيك خل اكتب لكم نقول فاي ار ان اللي هي فاي الميو في الدي يو والتكمله فور سنجل بولت يعني الان بي ناخذها واحد وبعدها نطلع النمبر اللي هو البي يو على فاي ار ان وبعدها نشيك الشيرنج والبيرنج. هذا في حال الديزاين. في حال الاناليسز راح نجي فاي ار ان العفو نجي فورست ليب فيلير راح نقول فاي ار ان هسه راح نجي ناخذ العفو الفاي في الميو في الديو والتكملة مالت القانون ونجي نحسب الشيرنج ايضا نحسب لها فاي ار ان ونجي نحسب البيرنج نحسب لها الفاي ار ان حسب القانون ونستخدم الاقل دائما ناخذ الاقل. هذه في حال الاناليسيس. في حال الديزاين بهالشكل هذا. فاذا هنا هذا المثال هو واضح ان شاء الله امامكم. منطيكم هوم وورك عيده نفس المثال بس استخدم اللونجست لوت هول. جرب شوف شنو راح يختلف عندك. العدد يختلف يفرق لو ما يفرق هذا لازم تجربه. شوف هنا المثال اللي بعده نفس الطريقة بس الاختلاف شنو؟ الاختلاف الـ NS اللي هو number of slip عندي كم واحد؟ هذا واحد وهذا واحد. فإذا الـ NS هنا قيمتها 2 أخلي ببالي. المطلوب أيضا النمبر مالته. شوف هنا قال لي الرمز N. الـ N معناه include اللي هو يرادف not exclude. فبالجدول راح تلقى not exclude ما تلقى include. خاف واحد يعني حتى يعني يشتبه او يعني يصور انه سؤال بيه غلط. لا من قلت لك include راح تروح للجدول ما راح تلقى include راح تلقى لو exclude لو not exclude. فمعناها انت ال include تحولها فصير نت اكسكلود وتاخذها تدخل الجدول. الجدول اللي هو هذا خل اوضح لكم يا خاف واحد يعني ما عم انتبه بالمحاضرات اللي فاتت. هذا هنا شوف هنا قال نت اكسكلود هنا اكسكلود هنا نت اكسكلود هنا اكسكلود. فهذا اللي اقصد به. فالمطلوب ايضا نفس الطريقه منطيكم البي ديد لود ومنطيكم البي لايف لود يعني ما راح اطول به باعتبار بروسيجر نفسه. شوف هنا أنا. تطبيق مباشر الفاي بما انه عندي لونج سلوت فاذا قيمته 0.7 الميو بما انه كلاس اي فهو قيمته 0.35 لو كان كلاس بي هنا باعتماد على الكلاس ناخذها لو كان كلاس بي فراح تصير قيمتها 0.5. هذه الفاي مثل ما قلنا ممكن تصير 1 ممكن تصير 0.85 يعني حسب نوع الهولز. والديو قيمتها ثابتة هذه الديو. ال HSC هذه إذا تذكروها هنا تطرقنا لها هذه ال HS بالاعتماد على نوع السايز يعني هسه احنا عندنا لونج سلوت فقيمتها 0.7 هذه. فهنا راح تجي تعوض مثل ما قلنا راح تحسب قوة البولت الواحد هنا أنا راح تجي تحسب هذه بس خل أرجع لها. شوف هنا هذه راح نضرب في واحد هاي نثبتها يمنا اللي هو يمثل الـ NB. ليش؟ لأن أنا قاعد أحسب لبولت واحد. هذه الاثنين هي تمثل الـ NS number of slip plan. بالتالي أقسم وأطلع يطلع لي 20. هذه العشرين ما أجي مباشرة أقول نستخدمها لا لازم نشيك الشير والبيرنج وبعدها أقول إنه نستخدم يعني مثل المثال اللي قبله. راح أتوقف هنا بتصوير المحاضرة وأرجع أكمل محاضرتنا
بمقطع فيديو ثاني.